ثمن محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جابر خليل الموقف الوطني لأهالي قضاء الدجالة بحماية السلم المجتمعي والوحدة الوطنية. وأكد المحافظ خلال زيارته مضيف أمير قبيلة خزرج الاتفاق مع شيوخ ووجهاء القضاء على خطة سريعة لعودة النازحين الأبرياء إلى ديارهم. دجيل لها خصوصية، اللي تابع صلاح الدين وتابع الأحداث من 2013 إلى الآن يجد أن الدجيل هي كانت المكان الأكثر سلما مجتمعيا بين كل الأقضية وبين كل المحافظات، وكنا كنا نحكي نقول الدجيل تختلف لأنها مجتمع عشائري، وهنالك قبيلة، وهنالك في هذه القبيلة إمارة، هذه الإمارة دارت الأمور بحكمة. فكانت كل هذه الفترة الدجيل تعيش يعني حالة من الانسجام بين كل مكوناتها وماكو أي مشكلة صارت. لكن الأحداث الأخيرة اللي مر بها العراق أحداث أكبر من قابلية الدولة وليس قابلية العشيرة، كانت الغاية هي القضاء على العراق بالكامل وتدمير محافظاتنا بالكامل. التدمير ليس كان المقصود هو تدمير البنى التحتية، وإنما تدمير كل مفاصل الحياة وكل ارتباطات الناس والعشائر، وتحويل هذا المجتمع من مجتمع راقي إلى مجتمع همجي. لكن الحمد لله الناس باللحظات الأخيرة وقفت يعني هذا الخط اللي يمتد بالصمود من الدجيل إلى بلد إلى الضلوعية، ووقفت خط الإرهاب ودافعت عن بغداد وعن كل العراق. هذه الأحداث بعد النصر يعني إحنا صارت مخلفات لهذه الأحداث اللي صارت، إنه أكو مناطق سيطرت عليها عصابات داعش، وهذه سيطرة عصابات داعش سيطرت على المناطق بالكامل، وكانت النتيجة أنه اللي معاهم هو واضح معاهم ومعروف، والناس اللي مو معاهم هم صاروا تحت تأثير وطأة يعني انفراد العصابات بهم، وبنفس الوقت غياب ملامح الدولة في كل هذه المناطق أدت إلى أنه تصير مشاكل مركبة في هذه المناطق اللي من ضمنها سيد غريب ويثرب وعزيز بلد. احنا ما نريد ظلم الأبرياء، احنا الناس المجرمين ومن تعاون معهم احنا كنا ضدهم ولا نتقبلهم ولا نسمح لهم، لأنه هذا الشخص اللي هو صار مجرم هو ما صار مجرم اعتباطا. احنا يعني نريد الدجيل تبقى بعشائرها وبقبيلة خسرج اللي هي الثقل الأكبر في الدجيل، أن تبقى هي مركز للسلم المجتمعي ومركز يعني التعايش بشكل صحيح. فإحنا نريد أنه أنا جاي أحكي للشيخ يمي أنه يصير بيناتنا يعني إعادة نظر بالأمور، انه نحاول انه نرجع اللحمه بالطريقه اللي ما تخدش ارواح الضحايا ولا تخدش ارواح ذويهم. يعني احنا ما نريد ناخذ من واحد على واحد، لكن احنا نقول الانسان اللي انظلم خلي لا نزيد الظلم عليه، وبنفس الوقت احنا نحفظ حقوق الاخرين.